إخوة الإيمان والإسلام، مع أذن طيب مبارك الآيات الأهل البينات، نعيش في رحب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عزة السيد راشد، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، والمقيم بكفر أباظة مركز الزقازيق. سائلين المولى عز وجل له التجلي والتوفيق، ولحضراتكم حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا
والله والله كذلك النشور من والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور من
من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. من كان يريد العزة العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. إن ذلك على الله يسير. والله خلقكم ثم جعلكم أزواجا والله ثم من نطفة ثم
إن ذلك على الله يسير. والله خلقكم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. صدق الله صدقت ربنا وبلغ رسولك الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا اخوتنا اخوتنا والاسلام اشرف العباد تلاوى القران المبارك ولا علينا فضيله القارئ الشيخ عزنا السيد راشد قارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي في جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي وعن بكفر عمازة مركز الزقازي وكبرات الصوت دار الصوت المنفيس الفتهاني المقيم بالنخاس هندسة الكهربائية الكبرى بعلقة محطة الديزة كبرى قصور الضيافة جدا نقلة ومخازن الفراشة الكبرى الحج عطية أبو غنيمة أبو نجاح أدار دار الحج عبد الله عطية أبو غنيمة مهندس محمد عبد الله عطية أبو غنيمة أبو نجاح الخدمة الفندقية المتميزة على مستوى الجمهورية متر محمد أبو المجد والسيد وليد الزمرني الوحدة الفنية لتصوير كبرى الحفلات الدينية مهندس ناصر صلاح عميد المصورين بمصر والعالم الإسلامي. تتقدم الأسرة الكريمة باسم أبناء الراحل الكريم باشمهندس عادل عبد العزيز أبو حطب الحاج هاني عبد العزيز أبو حطب بخالص الشكر لكل من أتى لأداء واجب العزاء. نتقدم بخالص الشكر للحاج عبد الأعلى على الخياط وكل من أتى إلى هنا مولى فرنا في اسمه. شكر الله سعيكم.